السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت، بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كيمشيوش، الله يحفظكم. اليوم ان شاء الله باقي الخوت السبت، هذه راه العشيه، الشمس راه هي مشات كتغرب، الفيديو راه حطينا كيتمونطا، هذا كنصور بداك الشقيف اللي كنوريكم فيه الساعه الخوت. واحد الشنبور ماشي ديالي، ها هو هابط مع الحمام، راه طلقت الوليدات اليوم في العشيه، هو هذا هنا بلاتي نوريه لكم، ها هو دفلي الخوت هنايا دفلي، انا غنوري لكم على ما بان ليا والله اعلم فيه الباك ديال اتحاد السلاوي، باك خضر اللي بان ليا فيه، باك خضر وشنبور ضعيف، فهمتي الخوت، شنبور ضعيف. وكاين واحد الخلوه، هي هاد الخلوه هاد الخوت، هذا واحد الخلوي هنا دفلي، ها هو شنبور، ها هو شنبور، ها هو شنبور، هو هذا، هو هذا، شفتوه راه مقعد راسو للسما وفيه الجوع، على ما بان ليا شنبور فيه الجوع، الوليد فيه الجوع. حنا غنحاولوا نشدو وغادي نوريكم الخاتم ديالو ان شاء الله الا تشد، بلاتي نشوفوه شنبور مشى ليه الخوت. ومعاه كاين واحد الخلوي، كيف لاحظتوا راه طلقنا هاد العشيه هادي الحميمات، راه طار لي طار ولي هبط لي هبط، والشنبور فيه الجوع، هذا هو، ها هو كيشوف فيا الخوت، هو هذا، هو هذا، شتو هو مور هاد الحمامه، ردوا البال، راه كيهز راسو رقيوق، ها هو، ها هو هنا، هنا هو هنا، شتو راه هو عطى ظهرو، عطاني بالظهر. يلا خليكم معايا الخوت حتى يدخلوا الحميمه، ندير لهم ماكله في سبوتنيك، وإلا دخل أنا غنوريكم، وإن شاء الله نتوصلوا بمولاه بإذن الله. بالنسبة للشنيبرة تما كيدخلوها وحده الشوكي، شتو هو هذا، هو هذا اللي حدا الشوكي، ها هو، ها هو، ها هو غادي، هو غادي، هو هذاك الشنيبر دفلي، على ما كنظن فيه باك ديال اتحاد السلاوي والله أعلم. شنيبرة الشوم الصغيورين هما اللي بقاو، الخوت هما كيفرفروا باغيين يطيروا، وكاينة معاهم واحد الخلوية أنا نوريها لكم إن شاء الله. راه هي الأخرى هازة راسها، وإن شاء الله غادا تهبط بإذن الله. وعلى ما كنظن غادي نحل الخلويه، هي جايه الخلويه، هي الخلويه الوسطانيه، هي ديال الخوت الخلويه، هذه ان شاء الله تكون من نصيب الاخ عبد الرزاق باذن الله. ها هي جايه الخلويه، زيدي زيدي هذه الخلويه، غادي نشدها، الا شديتها غنعطيها للاخ عبد الرزاق، هي طلعت الفوق الخلويه، شتو طلعت الفوق، خليكم معنا تنشوفوا الطريقه ديال هذا، هو اللي عاد باقينا الخوت اللي ما كانش باغي يتباقى، خوه راه بعتو دفلي ما تباقاش ليا، الطوبي اللي فوق سبوتنيك راه هو اللي كنا باقينا بزز، ولله الحمد. ما الشنيبرات ان شاء الله غادي يدخلوا الوليدات، وان شاء الله هذاك اللي تالف حتى هو غيدخل، لانه رقيق، بان ليا الخوت رقيق، يعني صحته مسكين، يعني تالف، يكون تالف واحد 3 ايام بحال هكاك، فهمتي العطش ما نقدروش عليه، غادي يكون عطشان الخوت الشنبور، لان على حسب الخبره راه بحال القضيه ديال الطبيب، الطبيب يعني راه كيشوف المريض، كيقول لك ولا شي واحد قتلوه كيقول لك هذا مات 24 ساعة ولا 3 أيام، ولا كيعرف كيفاش يدوز ليه، حنا كذلك الخوت على حسب الخبرة ديالنا، كنعرفوا الحمامة، كنشدوا الحمامة كنعرفوا شنو واقع، واش حمامة تالفة، تالفة شحال هذه، الله أعلم، فهمتي، وكنقدروا كنعرفوا إن شاء الله. وداك الخلوي بغى يهبط، كيف كتلاحظوا الخلوي الخوت راه باغي يهبط، هو غيهبط، هو غيهبط، هو هبط، هو هو طار لهنا، الخلوي هو طار لهنا. أو فوق سبوتنيك الخوت الخلوي، راح يدير شي حبات فوق سبوتنيك الخلوي غيتشد، ها الخلوي، أو الخلوي دخل الخوت، الخلوي دخل، خويا عبد الرزاق بصحتك أخويا، الخلوي راه دخل، راه باغي يدخل للشجنة لداخل، راه دخل الخوت للشجنة، باقي ليا الشنيبر، ها هو الشنبور جاي، إلا لاحظتوا الخوت، خاصني نمشي نشد الخلوي باش ما يشربش ليا الماء، ها الشنبور هو اللي من هنا، شتو، أو بغى يطير، أو طار، الشنبور طار الخوت، الشنبور طار، أو طار تبعو ولد، ولد ديالي تبعو، مشكلة. انا بغينا باش نشدوها الخلوي، ها هو واش نبور، شتو ها هو الشنبور، ومعاه ولد ما عمرو طار، ولد ديالي ما عمرو طار، نمشيو نشدو غير هاد الخلوي الخوت، نشدوه باش ما يشربش لينا الماء، هذا هو الهدف عندنا، غير ما يشربش لينا الماء. دابا راه طير ليا الشنبور، فين هو الخلوي، ها هو الخلوي الخوت، ها هو، هذا من نصيب الاخ عبد الرزاق ان شاء الله، وعندك غالي يمشي لينا، هو هذا الخلوي الخوت، ها هو، هذا هو الخلوي، انا نشدوه نشدوه، هاي 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 فريف راهو، شوف 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 شوف، ها شديناه، ها الخلوي الخوت شديناه، هو هذا هكا صاحبي، غنخرجو بعض الإناث الخوت، غنخرجو بعض الإناث، نحيدو هاد الخلوي، شوف 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 كي كيتعنت أنت، شوف شوف، والله العظيم إلا الخلوي الخوت، ها هو، هذا من نصيب الأخ عبد الرزاق إن شاء الله، والولد الآخر الخوت، خليكم معانا، الوليدات ديالنا ما هبطو كاملين الحمد لله، راه كلشي هبط شجنايا، وبالنسبة لذاك الولد اللي كان هابط عندنا ذاك الدفلي راه مشى فحالو. هانا الخوت شنا راه خاوي، غادي نطلق دابا الذكور والاناث، غادي نحسب الخوت، خليكم معايا نحسب غير هذا الخير هذا، واش ناقص داك الطوبي ولا لا، لان فاش طار داك الدفلي، داك الدفلي فاش طار دا معاه طوبي ديالي،
حمامه ديالي طوبيه تبعاتو ومشاو بجوج. فين مشاو الله اعلم. حنا غادي نحسبوا هذا الخير هذا ونقول لكم النتيجه قبل بعدا. غادي نطلقوا الذكور والاناث باش الا كان الطوبي تالف يجيبوه. يلا الله يرحم لكم الوالدين، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله الخوت. كيف لاحظتوا الفيديو داك الفيديو اللي صيفط لكم ديال البارح، حسبت هبط عندي واحد الولد في بارك ديال اتحاد سالي وبارك خضر دفلي وقيوق مسكين يعني مسهود وفيه الجوع. راه حكي شي حبيبات قلنا شدوا نطلقوا في سبيل الله، والله على ما عقول شهيد ولينا لله الحمد، راه ما تشدش راه خواف خواف، وكان دا ليا الشنبور ورجع ليا الشنبور ديالي، هو مشى بحالو الى حالي سبيلي والحمد لله. راه الخلوي اللي طاح وان شاء الله هذاك غادي يتوصل به الاخ زك عبد الرزاق، كان وصلني عبد الرزاق، الاخ عبد الرزاق هو اللي غادي يتوصل به. خويا عبد الرزاق تحياتي ليك. دابا ان شاء الله الراس كيبان دابا ان شاء الله الخوت. الثومه درنا هنا ربعه ديال الثومه الحمراء، وغادي نزيدو لها واحد القبيصه هاد الملحه. كيف كتلاحظوا الملحه هي هذه، هي هذه قبيصه هاد الملحه الخوت، قبيصه هاد الملحه ها هي صافي. الملحه سالينا منها وغادي نديرو السيترو ديال الزيت. وشحال من واحد الخوت سولني على هاد الماكينه، غديفو في الكاس. هاد الماكينه راه كطحن مزيانه، وانما الكاس ديالها كيسيل. دابا خصني دغيا نجيبو الطارو هذا نحطو هذا حدا لهنا، يعني دغيا غادي نطحن هاد المكونين باش يكون مكون واحد. الا طحنا الزيت والثومه غادي يكون غادي يولي عنصر متجانس، غيكون عنصر واحد. يعني ما غاديش ديك القضيه ديال الثومه ديرها في الماء راه ما خداماش، راه عندنا الماء كيكون فيه الريحه الثومه. انا هنا المخ ديال الثومه غنجبدو غادي يتخلط مع الزيت البلديه. وبالنسبه للزيت الخوت هذه راه ولات 1630 ريال، راه تزاد 200 وشي حاجه باش تزاد 1630 ريال. نقول لكم الثمن راه 1630 الخوت باش ولات هذه، حيت راه ما خدامش بالميكرو. غادي ندير غنسيطرو وغادي نحاول، راه كيزيد ليا هذا كيزيد كيسيل. صافي الله يجعل البركه. طحنوا داكشي بزربه الخوت. حناتو ما كيسيلش والله ما كيسيل. وخديجه خديجه مجنون وما كيسيلش، انا طحنت فيه والله ما كيسيل. هذا راه كان كيسيل لنا الخوت، هذا الغراف هذا كان كيسيل، ودابا قلبنا ما كيسيلش والله ما كيسيل. هذه السرعه الخوت، السرعه درنا الحد الاقصى. نزيدو شويه الزويته الخوت، نزيدو شويه الزويته ياك. دابا الخوت هي طحنات الحمد لله طحنات. الحمد لله نحيدو دابا الضوء هذا ديما حيد. هذه راه كانت كتسيل الخوت، اجيو تشوفوا ما بقاتش كتسيل، كان الغراف كان من هنا كان كيسيل، دابا نتوما الدنيا ناشفه هنا الحمد لله، دابا ما بقاتش كتسيل. هذه راه كنا خديناها من الفيسبوك، قالوا كطحن الدجاج وكطحن هذا وكطحن هذا. نرجعوا القرعه ديالنا العاديه اللي كنديروا فيها اللعيبه، قربنا على قلبنا خوت على الدواز ما لقيناش ولله الحمد، راه ما لقيناش الدواز. مازال نزيدو لها يمكن الزويته، نديرو لها كاع الزيت كامل اللي يمكن، مكاينش مشكلة. درنا ربعة ديال الثومة الخوت، غادي نزيدو نطحنوها. باش علاش كنطحنو الخوت؟ غير واحد القضية، كنطحنوها باش كيتجانس لنا داك الزيت الثومة مع الزيت البلدية، فهمتوني الخوت؟ زيت الثومة مع الزيت البلدية باش كتكون عندنا زيت واحد.
والله الا مزيانه صافي ولا جاريه. دابا كاين فرقه الخوت ما بين هاد الثومه هادي مع هاد الزيت هادي مع داك الزيت. الا شدينا الثومه ولحناها في الزيت راه ما خداماش هادي. اللهم بارك. حنا غادي دابا شنو غنديروا الخوت ان شاء الله؟ الله ما تكبش لينا، يلاه خليكم معنا تنعمروها وانا معاكم. الله يرحم الوالدين. حنا كنعمروها كيف راح تجي يا بنيتاش. اجي انت من جا نشوف انا الخوت. شوف شوف ها انتوما شوف شوف القرعه يا عمرات ولله الحمد يا عمرات. هادي ديريكتومون للثلاجه وراه ما كتخسرش. كيف قلنا الخوت ما كتخسرش، هادي ما كتخسرش، اسقاها مزيان وهادي غنديروها في القرعه وغادي نخدموا بها. الله يرحم لكم الوالدين. هادري بلاتي. السلام عليكم الاخوان. اه زيد دري لاباس عليكم، باغا نتمنى لكم الاحسن. قول لي ولات بقاله. عرفتي بابا شنو؟ ولي شي بحالك بحال هادي. بحالاش؟ ما عندكش الشعر هادي، ما عندهاش الشعر. ماشي مشكل. ما علينا. يلا السلام عليكم ورحمه الله. جربي الصوت، خدام ولا ما خدامش؟ هذه قطعي دابا. دابا كيف اجي بنيتي؟ اجي اجي فاطمه الزهراء دابا اللي كتواجد معنا الخوت مباشره من العساره. قضيه اخرى الخوت بالنسبه للذكور اللي عزلنا هنا صغار اجيو لعندني هنا، هما هادو هما داير لهم بيغان اخضر بيغان خضر بحال هاد الطوبي هذا. هادو هما اللي عزلنا دابا الذكور اللي هايجين. هاد الطوبي هذا اللي كيبان لينا ذكر، هاد الدفاله الخوت هما، يعني راه القضيه راه ماشي شي قضيه قليله. اللي بغينا نقولوا بحال هذا، هذا من هادو اللي شرينا، هاد الدفلي من هادو اللي شرينا، هاد الدفلي تا هو من هادو اللي شرينا، الحمام اللي شرينا بيغان عاديين، هاد الدفلي هذا محروق تا هو من الحمام اللي شرينا، هما ثلاثة ديال الدفالة. كيف قلنا الخوت لقينا حمامة عندي ناقصة، كاينين جوج دابا طايرين، جوج ذكورة طايرين. بالنسبة للنتوى واحد الأخ كان وصاني على ذاك الذكر، هو هذا الخوت الذكر اللي قلنا، هذا راه عنده الدبلومات هذا في السرعة ونصف الطويل، والتاسع الأسبيجون الذكر هذا، الذكر ممتاز، ها هو، هو الطوبي. تبارك الله تالفصالة عنده فصالة غزالة، والنتيوة هي هادي، هاهي باك أحمر 2022، راه فيها سيف أبيض. هاد الدفلية هادي راه فيها سيف أبيض في الجهة الأخرى. يلا اللي باغيهم يدخل لعندي، ها هي فيها سيف أبيض، راه هي رمها بطالة الخوت، هادي الأم ديالها بطالة. راه كيف كنقول لكم الهضرة ما كنكذبش عليكم الخوت، راه ما كنكذبش عليكم والله العظيم، الا ام ديالها بطاله. وهاد الذكر هو بطل بجناحه، هذا بطل بجناحه. ما علينا، حنا غادي نطلقوا الخوت الحميمه تيطيروا ان شاء الله. هاد النتوى غنعزلها، هادي هادي الله يجعل البركه، هادي الله يجعل البركه، هادي ان شاء الله، هادي الله يجعل البركه. وغادي نطلق في بلاصه هاد الذكر، غندخلوها لهنايا، نطلقوها انا مع نطلقوها مع هاد الشجنه هادي، وغادي نعزلوا شي ذكير. دابا ان شاء الله غادي نطلقوا الخوت هاد الحميمه تيطيروا، حيت راه ناقصانا حمامه وحده، واحد الحمراء شتوها دابا بحال هادي، راه ساهله تشد، نخرج ليها على برا نشدها. هما جوج حميمات ديالنا راه طايرين شنيبرات، وغادي نطلقوا هادو الخوت يطيروا ان شاء الله. ربما يجينا حيت عازل هنا، ما نكذبوش على الله، عازلين 8 ديال الشنابر ذكوره اللي عازلين 8. دابا طلعت كنلقى غير 7، لقيت 7 ديال الذكوره اللي لقيت، ونتمنوا انه ما يضيعش. يلا الخوت حنا غادي نطلقوهم، والله يرحم لكم الوالدين، وعاد نديروا التخليطه ديال الزيت، نعطيهم الزيت اليوم وغدا حيت ما عطيتهاش اليوم. ها هما الذكوره جايين، هما جايين سيك سيك سيك، اش قال لك سيك 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 سيك، راهم هابطين، هما يهبطوا هما يهبطوا هما يهبطوا. دخل 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 دخل، ها ماشي هم. يلا حنا غادي نطلقوا اليوم هادو، ربما يبانوا. خرج خرج خرج. كيف قلنا ربما يبانوا لينا الخوت الاخر، حيت راه ماشي لينا حمامه وحده ماشيه لينا. كيف كتلاحظوا دابا هنا كلشي ولا يطير ولله الحمد، طير 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 طير، كلشي كلشي طير، كلشي طير كلشي طير كلشي طير كلشي طير كلشي كلشي سير كلشي طير الخوت دابا كلشي طير، لانني اصلا الشنيبرات كلهم كيطيروا ولله الحمد ولله الحمد. ما طايرين، نتمنوا داك الشنيبر الخوت يجي، راه ناقصني ذكر واحد على ما ظني الطوبي. راه الحمام شتات، ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. ما طايرين،
الحمد لله والشكر لله. مازال غادي يبداو يتجمعوا الحميمات ان شاء الله الخوت، مازال حتى دابا راه الوقيته ديال البداله راه هي واحد الوحده. وراه وتحيه لواحد الاخ اللي هو الاخ زكريا، اجي بنيتي اجي اجي نخلطوا لهم الماكله، اجي نخلطوا لهم الماكله. الحلبه الحلبه راه مهمه الخوت، الحلبه علاش كنقوي منها؟ الحلبه راه مهمه. تحيه كيف قلنا الاخ زكريا على ما كنظن، زكريا من الواد هنا عندنا في سلا. زكريا يمكن بلاتي نشوف الاسم. بقى ياك بقى شويه كتنشدها الخوت. هادي غير بعض المستملاحات، بعض المستملاحات كيف قلنا الخوت. الماكله هي هادي، زيت الثوم ديالنا كيف لاحظتوا بقى سخونه، والله العظيم بقى سخونه. شوف شوف كي كتبان لكم بحال العصير. واش الخوت دخلت عليكم؟ بالله حنا كنقولوا غير اللي صدقها العقل. انا ماشي كنصنع، ولا حتى انا خديتها من عند واحد المولوع بلجيكي، يعني حتى انا هاد الوصفه خديتها من عند مولوع، راه كانت تلاوحات في الواتساب، في الواتساب في واحد الجروب مولوع بلجيكي كي بارلي اون فرونسي وكيشرح حتى هو. يعني هاد الطريقه هادي ديال الثومه طحنها مع الزيت البلديه، راه ماشي هي الثومه اللوحه وسط الماء، اولا الثومه اللوحه وسط الزيت راه ما خداماش. هادي راه شنو كيولي دابا عندنا عنصر واحد هنا، الزيت والثوم ولا عنصر واحد، يعني كنديروا غير شي حاجه كيصدقها العقل. دابا هنا الثومه كيستافدوا من الثومه ومن الزيت البلديه، كيستافدوا من كل شيء. كاينه بنتي ولا ما كايناش؟ كيف العاده الخوت كنديروا الثوم ديالنا والزيت. ها هو انا وغادي نحركوا باذن الله كيف العاده، وغادي نقدموا للحميمات حيت ما عطيناش اليوم البارح الخوت السبت، ما عطيناهمش هذا الخليط البارح، غادي نعطيهم اليوم ان شاء الله وغدا، اليوم الاحد وغدا الاثنين باذن الله. إلا كانت خاصة شوية زويته نزيدو نحركو ديما. حرك 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 أصاحبي، صافي التومة والزيت البلدية هادي ماشي مشكل، راه هذا ماكلة ودواء، هذا راه دواء الخوت، والحلبة هي دواء. المنافع ديال الحلبة عاوتاني راه ما نعاودش ليكم، وإن شاء الله الخوت نخلي لكم هنا هنا صورة، نخلي لكم هنا إن شاء الله الخوت هنا صورة ديال الحلبة، المنافع ديالها هي هذه كيف كتلاحظوا، المنافع ديال الحلبة هي هذه بالنسبة للبشر ولا للحيوان، هذه هي المنافع ديال الحلبة. يلا تحياتي لكم. والحلبة عاوتاني كيف العادة، أنا راه ما كندق على حد اللي يقول لك لا هذا كيدير حيت كيدير ولا الحلبة الخوت، إلا درناها بحال هكا بودر، ها أنتوما شوف شو زوميا زوميا، إلا درناها كوب بودر راه ماشي هي إلا درناها في الماء، الحلبة كذلك ومثال، هنا الحمام كيتنفع منها بحال بودر الروج، غنديرو جوج معالقات فقط، هانا، هيا لصقات والله العظيم إلا لصقات، غنديرو ليها ها، ونزيدو معلقة عامرة إن شاء الله د الحلبة، إلا خصتنا الحلبة راه رخيصة نشريوها ما كاينش المشكل ها، هانا، إلا خصتنا الحلبة نشريوها، شحال كدير؟ 20 درهم 25 درهم، الزيت الخوت اللي غلات. الزيت اللي ولات 1630 ريال، هاد الزيت الحرة ولات 1630 ريال، راها غلات وغلات بزاف. هذا ما كان كنا كنطبقطو على ود 5 دراهم، ساعة هي تزادت وصافي. دابا إن شاء الله غادي نقدمو الحمام، لا تقطيعو ولا تستقطيعو. واحد الشنبور مشكيت في ديالي، فين هي؟ ها فين هي؟ شوفي فرق، هذه هذه بلاستيك وهذه ديال هذه هذه بلاستيك، هذه تاع الانس ديال تاع الحمام، هذه ماشي ديال الحمام، هذه هي بلاستيك، هذه بلاستيك لوحي ديال بلاستيك الارض سير. ها هذه بلاستيك ولوحي الاخرى حتى هي بلاستيك. دخلت عليها الخوت، هذه بلاستيك خرجي لي على البيضه. يلا الخوت راه صورتك، راه صورتك
فاطمه الزهراء. الخوت يشوف الريشه، الله يلا يلا شطبت يلا شطبت دابا. حنا غادي الله تصورتك نقدم الحمام الاكل. الخوت كيف قلنا شوفوا في ديك الدار كاين فيها واحد الشنبور، ها هو شوفوا هنا شو راه كاينه فيه حمامه. شو كاينه حمامه، الدار كتستقطب الحمام، جات معزوله تماك وعاليه تبارك الله كتستقطب الحمام بزاف الخوت. فين ما كان شي شنبور تالف كيجي لديك الدار، فين ما كان شي شنبور تالف هو باغي يطير، هو باغي يطير شتو الله اعلم ديال من. بالنسبه ليا انا راه ناقصني شنبور من الذكوره، من هادو اللي عاد عزلت ناقصني شنبور ولله الحمد، وانما الخير فيما اتاه الله. الحميمه راه جريت عليهم حيت دابا داز من حدايا واحد الشنبور شكيت فيه ديالي، قلت الله اعلم يقدر يكون ديالي. حنا غادي نعزلوا دابا شنبور الخوت اجي بنيتياش يلا والله يرحم الوالدين، وغادي نعطيو الحمام ياكل باذن الله. لا الذكور تبارك الله طير ما بدات كتبدل. شوف الذكور يلا دابا خرجتهم، يلا خرجتهم دابا. قلنا نعزلوا شي ذكيه، ها ماما بداو يهبطوا شوف الذكور الخوت تبارك الله راه علاو بحال بان لهم الطير ولا الله اعلم، ها ما بداو كيقوصوا يهبطوا فوق الدار، فوق الدار نيشان فوق الدار. يلا الخوت اجيو معنا نعزلوا شي ذكيه ان شاء الله ونطلقوا عاود مع الذكور. اجي بنيتي اجي نشوف الخوت شي ذكر هنا اللي باين لينا، اللي عاطي النظره بانه ذكر، حيت راه كاين شي واحد هنا الله اعلم داير ليه الطرطاقه، لان الذكور كان ها هو ذكر هذاك، هذا ذكر على ما اظن. حنا غادي نعزلو جميعا ان شاء الله شي ذكر. كان باين لي واحد ذكر كيهيج، ها هو ذكر، ها الطبيب محروق، هذا ذكر. شوف هذا ذكر هو اللي غادي نعزل ان شاء الله، هذه العيونيه، هذا ذكر. غنعزل عين الذكر التاسع دابا اللي غادي نعزل باذن الله، الذكر التاسع. وشني بغات غادي نطلقوا الوليدات الخوت، هو هذا الذكر هذا شو تبارك الله كيدير، هذا راه 100% غنقول لكم ولد من الله العظيم، تنقول لكم ولد من. انت فاطمه الزهراء انت غادي تمشي، غتمشي تشوفي رقم الخاتم، رقم فيه 20 في الاخر، قولي لي هذاك ولد من، راه تمشي للكتاب وقولي لي ولد من. الخوت كيف كتلاحظوا الحميه تما بداو يهبطوا، هذا غنديروا ليه الطقطقه ان شاء الله. الريشه الخطره ما كيبغيش يحيد لنا من الكول، راه الحميمه تما جايين. نتمنوا ان داك الشنيبير اللي هو ذكر او واحد معزول ما عرفتش ديال من، جوج معزولين ما عرفتش ديال من. نتمنوا كيف قلنا هذاك اللي قلنا ذكر مشى لينا و20 شوفي ولد من هذا واش تو معزول، الله اعلم ديال من هذا، راه في البدايه لا ديالي مصبوغ من القدام. هذاك راه طار الخوت هذاك اللي في ديك الدار راه طار، هما الحمام بداو يهبطوا، هادو مصبوغين هما بداو يهبطوا ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، ديروا لهذا الطرطاقه يلا خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. قلنا الخوت الشنبور هو هذا، انا حديت شديت الولد، راه الله كيشهد عليا قسما بالله ما طليت على الكتاب، هذا هو الوليد الخوت، هو هذا الولد، هذا هو الولد، هذا هو الولد، ما نكذبوش على الله باش عرفتوا بهذه الريشه، هذه الريشه فيها هنا واحد شويه ديال البيض، هذا هو الولد باقي لي هنا، باقي لي ربعه السيوفه ان شاء الله باذن الله. القميله ما فيهش كاع اللي يمكن قميله المتن... ما فيهش قميله الخوت كيف كتلاحظوها انتم، نقي من قميله. والكتاب والله ما طليت على الكتاب، وانما عارف انا هذا ولد ولد من، هذا ولد الذكر ديال الدرداري مع النتوه ديال سعيد قلمين. والله تتجبها لاصقه، ها جبتها لاصقه ولا لا؟ والخوت غادي نطلقوه ان شاء الله مع او طلقناه. حنا غادي نمشيو للكتاب، فين هو؟ هنا هو انا الخوت، والله ما طليت على الكتاب وانما عارف انا الشنبور، هنا هو الدرداري، هاي الطوبيه ديال سعيد قلميم، الطوبيه ديال سعيد قلميم صافي. هذه النتوه ديال الطوبيه ديال سعيد قلميم مع الذكر ديال الدرداري. دابا ان شاء الله الحميمه تما غادي يهبطوا وغادي نعطيهم الاكل ديالهم باذن الله، والمها نقيه ها هما يا شو تبارك الله، راه الفلك غادي تيكبر كل نهار، كنزيدوا حمامه كيف قلنا كل نهار كنزيدوا شنبور على الذكور وكنقصوا منهم النتوه، وان شاء الله راه الامور غتكون طيبه، يعني ما بقى لينا والو الخوت باش غادي اش نقول لكم. هو هذا هو بغى يطير، شو هو هذا الذكر اللي عزلنا، هو هذا هو راه طاير اصلا مرصي، باش غادي نقسموا كيف قلنا الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم، الله المستعان. يلا خليكم معنا الخوت، لا تقطعوا ولا تستقطعوا يلا. بالنسبه للحميمه راه بانوا لي بداو كيهبطوا الاخوان، هبطوا شي بعضين، ها ما تبارك الله ما هبطوا الحميمه تما هبطوا، بقى ذكر واحد اللي بقى هو يهبطوا وليد من دوك الاولاد.
جوج راه دخلوا للمجاريه ان شاء الله. دابا نقدموا لهم الاكل ديالهم الخوت باذن الله، وغادي نحسبوا دوك الذكور. الله اعلم واه هبط داك الذكيه، راه هبط هذا ذكر من الاولاد باك خضر 2023 باذن الله. حنا غادي نحسبهم باش نعرفوا واش كاينين تسعود اولا لا، لان تسعود دابا الذكر اللي عازلين، تسعود الذكر اللي عازلين، والله المستعان. ونتمنوا ما يضيع لنا تذكر باذن الله. بالنسبه كيف قلنا الخطره بالنسبه لذاك الولد راه جانا، ذاك الذكر راه جانا. ها ها حنا كنزيدوا الحميمات ياكلوا يتقرعوا، غادي نطلقوهم الخوت ان شاء الله. ما عرفت بنتي الله ما عرفت. هيا الثومه والحلبه، الزيت البلديه والثومه والحلبه. نخرجوا الحمام كامل ان شاء الله كيف قلنا، نخرجوه كامل باش كلشي يستافد من الاكل. لا الحمد لله راه نقولوا راه خارجين بقاو شي حاجه كبيره. راه مازال كاينين الذكور هنا، نتمنوا ان يكونوا عندنا نتيوات اكثر من الذكور، نتمنوا. دابا نخليهم الخطر، عطينا مويه عاديه ورشينا شويه ديال الماء لهي في الارض في القنته الخوت لهي على ود رشينا الماء على ود الريش، الريش كيتطاير مازال كيطيح منهم الريش. اجي بنيتي اش دابا راه الحمام تياكل، غادي نشربوا الحمام برودكسيون ان شاء الله، غادي نطلقوا الوليدات نتولعوا فيهم. اليوم راه الحد الخوت ما وريتكم الساعه، اجي تشوفوا شحال الساعه هي. اجي للضلاج، اجي لهنا دقيقه حنا نشوفوها هنايا في هذا باينه 41 دقيقه. اليوم ديمونش هنا، اليوم ديمونش، اليوم ديمونش 27 اوت ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين. حنا غادي نشربوا الحمام بروديكسيون حتى هو، وغادي نتقون تولعوا ان شاء الله. يلا خليكم معنا، الله غادي نعطيو الشنيبرات. كيف لاحظتم شحال هذه ما عطيناهمش يدوشوا، غادي نعطيهم يدوشوا باذن الله. جيش يا بنتي جيش، هاد برود ورا قريب يسالي ديال الدوش. ها هما درنا جوج معلقات، جوج معلقات. ديك الحمامه راه رجعت الخوت لتماك، راه هي في ديك الدار زوميها. امشي ما تحركيش، حاولي ما تحركيش هكا، راه رجعت لديك الدار الله اعلم ديال من داك الشنبور. نعطيهم ان شاء الله في الكولوار، نعطيهم يدوشوا في الكولوار، ومن بعد الماء هذاك المانيت غادي نسيقوا به الكولوار ان شاء الله. هذاك الماء غنسيقوا به الكولوار ان شاء الله، بعدها نخرجهم يتشمشوا. يلا خليكم بما يعمر الدوش وانا معكم، الله يرحم الوالدين. على بركه الله نحطوا لهم الدوش، وهذا هو التحفيز الخوت. هذا راه التحفيز، ملي كدير لهم بحال هكا الماء كيبدا يتحرك بحال هكا راه تحفيز. اباشي هذه راه المعلومه راه صحيحه، الحمام كيدوش بحال هكا. يلا نخليو الحميمات دابا يدوشو ان شاء الله. اما تدخل اين فوا تدخل الحمامه غيدخلوا الاخرين ان شاء الله باذن الله. حمامه وحده خاصها تدخل يدخلوا الاخرين، خاص غير اللي يزعمهم. بالنسبه لهذاك الخوت هذيك الحمامه اللي في ديك الدار شكيت فيه يكون ديالي، لان بقى لي ولد طوبي فوق الشجنه ما بغاش يهبط. اجي لهناش، اجي نخرجوا لهناش. كيف قلنا الخوت بقى لي شنبور طوبي صافي بلاتي رجالو. هيا دخلت بياسه، هيا دخلت حمامه وحده ان شاء الله غتدخل. ها هو دخل شنبور، ها القضيه في الطاقيه دابا ان شاء الله. الله يسخر، الله المستعان، الله يسهل علينا وعليكم. كيف قلنا الخوت شنبور طوبي بقى ليا من هادو اللي كنعزل مع الذكور، بقى فوق الشجنه ما بغاش يدخل. دابا طليت عليه ما لقيتوش 100%. انا كنقول والله اعلم يقدر يكون اللي في ديك الدار هو الشنبور ديالي، الله اعلم. هادشي اللي قلنا والله اعلم. كيف لاحظتوا الشنيبرات هما بداو كيزعموا، غيبداو يزعموا واحد بواحد، واحد شويه غادي يعمر البانيو باذن الله. حتى ما كيزعموش انهم يطيحوا، كيخافوا يغرقوا مع الما تيبان لهم. واه الشنبو ما هبطوا ثلاثه تبقى وحده، اللهم بارك. ها الرابعه هبطات، اللهم بارك. صافي ما بقاش مقوس عليهم، نخليو الحميمات الخوت يدوشوا ان شاء الله. نخليو الحميمات يدوشوا والله المستعان، ونتمناو نتمنوا يدوز هذا العام بخير وعلى خير على جميع المواليع، ماشي غير انا، جميع المواليع ان شاء الله كلشي يفرح. وتحيدوا دوك الحزازات، وتحيد داك البيع والشراء اللي عندنا هنا في سلا، كنهضر غير على سلا، يتحيدوا دوك الحزازات
ونديروا الولاعه، قصد الولاعه ماشي قصد البيع والشراء. اللي غادي يبقى يبيع لك واحد 30000، مشيت عند واحد باش نشري من عنده شنابر قال لي 30000 في الشنبور، 1500 درهم والله العظيم حلفت بالله الا قال لك 1500 درهم للشنبور. يلا ودخلت عليكم بالله انك باغي تجيب سلاله ديال واحد بغا باش يعني باش تزيد على الحمام ديالك 30000 ريال للولد، منين غنجيب لينا 30000؟ الله يهدي ما خلق وصافي هذا ما كان. وتحيه لواحد الباطل اللي هو الاخ زكريا كيسكن في سلا من مدينه الواد، مدينه سلا، هو في مدينه سلا كيسكن في منطقه ديال الواد، حي الواد تيقولوا ليه الواد. ما علينا، داك السيد راه كنشد ليا واحد العام، العام اللي فات يمكن كنشد ليا واحد الوليده واحد المتيوه، وعيط ليا مسكين قال لي اخويا جمال راني متبعك وهادي وهادي، راه شديت واحد الحمامه شكيت فيها ديالك واش ديالك. قلت ليه عطيني رقم الخاتم، عطاني رقم الخاتم 31000 كنظن في الاخر. قلت ليه الحمامه ديالي وجاب ليا مسكين حتى للدار الله يرحم ليه الوالدين. والباح كيعيط ليا الخوت وطاحت عنده حمامه فيها باق خضر ديال الاتحاد السلاوي، والباق تقريبا نقدروا نقولوا قريب للبيغان ديالي، لان الجمعيه عندنا حنا خدات 1000 باق، الجمعيه ديالنا خدات 1000 باق. تماك عرفت بان الباق ديال الجمعيه ديالنا فيه 600 ديال الجمعيه ديالنا. قلت لي راه هذا الباق هذا راه ديال الجمعيه ديالنا، الا كنتي باغي تعطيه لمولاه ولا هادي. قلت لي مرحبا ما كاين حتى مشكل. قال لي صافي راه غادي نعطيه لمولاه، هو اصلا انسان طيب. لحتنا المجموعه، لحنا في المجموعه رقم ديال الخاتم، هو يتصل بيا الاخ حسن على ما كنظن الاسم ديالو حسن، والحمد لله راه يكون توصل بالشنبور ديالو. وكنشكر الاخ زكريا الله يحفظك، وواحد ديديكاس كبير الاخ زكريا. انا الخوت انت اللي دوشات، اللي دوشات كتخرج وكتجي لهنايا، وانما حنا غادي نطلقوهم ان شاء الله باذن الله يفرفروا حتى يسالي الدوش ديالهم. وبالنسبه لهذا الماء هذا راه غادي نسيقوا به الكولوار اليوم ان شاء الله، اليوم الاحد عاد نمشي للخدمه باذن الله. كان عليا نحيد لهم دوك الطاسات ديال بودر الروج، نحيدهم باش ما يفزقوش. صافي نخليو الحميمات الخوت يدوشوا والله يرحم لكم الوالدين، ومن بعد راه غادي نطلقوا الحمام يطير ان شاء الله. من بعد راه غادي نطلقوا يطيروا، علاش؟ باش يتشمشوا الخوت، ياخذوا حقهم من الشمس. يلا والله المستعان. ما مازال كيهبطوا الخوت، مازال كيدخلوا يدوشوا والله ما بارك. راه من شحال هادي ما دوشوش. بالنسبه للذكور والاناث هما غيدوشوا بهذا الماء هذا، راه غادي يدوشوا به. ينفو غادي نطلق هاد الحميمات غادي يطير، وغندير الكرياج باش ما غاديش يدخلوا لينا. غادي نخرج هادو الكولوار وغادي يدوشوا والله المستعان. الماء ما غنضيعش فيه، داك الماء ان شاء الله ما غنضيعش فيه. يلا والله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت تحياتي لكم، وتحيه الخوت والحباب. كيف كنقول يا فاطمه الزهراء راه فري دارت الكرون، راه قلتها لي ضعافت، جات ضعيفه شي شويه. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين. سولتني على الخروب، قالت لي واش كيتكال الخروب؟ ها هو فين هو؟ قلت لها كيتكال الخروب، ها كيتكال؟ ها؟ وكنحيدوا لي غير داك العظم الدخلاني. يلا تحيا خويا عمر شمس الدين، وخويا جهاد، وصابرنا، خويا سمير الباشير كيف العادة، عائلة طه، يسرى وابتسام، خويا زكريا، خويا مصطفى الأص، خويا منير مخلص، خويا عزيز فضلي، خويا ابراهيم الرفاعي، خوت كاع الابطال الجمعيه السلاويه، ابطال الجمعيه السلاويه محمد الغياط، خويا هشام شعار، السلاويين كاملين، الرباطيين كاملين، كازاوا كاملين، الله يرحم لكم الوالدين ان شاء الله. هذاك شكيت فيه ديالي اللي في ديك الدار، شكيت فيه ديالي، حيت كان الطوبي فوق الشجره ما بغاش يهبط، خليته دابا راه سنيبرات راه كيدوشو. ان شاء الله غير يشريو يدوشو نخرجهم يطيروا. يلا الله يرحم لكم الوالدين، وغدا ان شاء الله راني معكم باذن الله. سلمي على الناس اسحم وحزول فيك. تحياتي لكم الاخوان كاملين كاملين، وتحياتي لكم. وتحياتي لكم. تحيه خويا عبد الرزاق، وخويا خويا حميد الميطرشي عبد الله، خويا محمد، كاع الخوت اللي كيبغيونا، خويا عزمي، عطله سعيده، وكاع الخوت اللي كيبغيونا. والله يرحم لكم الوالدين. الى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وغدا راني معكم غدا الاثنين باذن الله، الى بقينا في الحياه ان شاء الله. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.